مشاهدي محمدية بريس السلام عليكم. كنت واجد اليوم في جطية ديال المحمدية لإنجاز روبورتاج حول اللوازم المدرسية والأجمنة ديالهم. إليكم روبورتاج تالي. نسمعوا في التروطوار يعني في الزنقة أنك يقولوا الأجمنة ديال الكتوبة غالية بزافة الآن. واش ممكن تورينا شنو الأنواع الكتوبة اللي عندكم اللي كتاخذهم؟ لا احنا غير عندنا غير الدفاتر. دفاتر عندنا الدفاتر هذوك نتقدموا من كازا من الدار البيضاء. واش الاثمنه ديالهم مناسبه للمواطنين والتلاميذ ولا لا؟ سيده مناسبه بحال نفس الاثمنه ديال العام الفايت، ما كاينش هناك شي فرق بيناتهم. يعني غيكون ضروري كاين شي شويه زياده. لا بعد احنا السلعه باش خدامين بها نفس الاثمنه ديال السنه الماضيه، ما كاينش شي ثمن اللي فرق. نفس الاثمنه اللي كانت العام الفايت هي اللي كاينه هذا العام، ما كاينش. اعطينا يعني نموذج ماشي يعني دفاتر والاثمنه ديالهم. كاين هادو اللي شويه مرتفعين، هادو ديال الحجم كرون فورما هما اللي شويه الاثمنه ديالهم شويه مرتفعه. يعني علاش مرتفعه الاثمنه ديالهم؟ حيت هما كبار فهمتي، ولاو كيطلبوهم الاساتذه شويه بزاف التلاميذ، والقدره الشرائيه ديال المواطن راك عارف كتكون شويه ضعيفه، كتجي من الله يحسن العون مع كثره المناسبات وداك الشيء كتجي شويه قاصحه. شحال الثمن ديال هاد الدفشار هذا وشحال فيه من ورقه؟ هذا فيه 200 ورقه، هذا من الحجم الكبير. شحال الثمن ديالو؟ هذا كيدير 460 ريال، فهمت؟ 23 درهم. شكرا لك. العفو. اذا معنا واحد من البائعين اللوازم المدرسيه بجطيه محمديه، بغينا نعرفوا الاثمنه ديال الدفاتر المدرسيه. اسمي انا مرخوفه وكل حاجه بحساب المستطاع ديال الانسان. كل شيء هو اللي كاين الحمد لله. كنسمعوا في من هاد الناس ان الدفاتر غاليين هاد يعني هاد في الدخول ديال المدرسه ديال هاد السنه هذه، واش هما فعلا غاليين مقارنه بالسنه الماضيه ام نفس الاثمنه اللي كانت بالسنه الماضيه؟ نفس الاثمنه اللي كانت السنه الماضيه، هذا الشيء اللي كاين. ما كاين بالعكس، اللي كانت شي غير غيكون ما عندها الاخرين في سوق الجمله. هذا هو اللي كاين. انا اثمنه عاديه، انا اثمنه نفس يعني نفس الدخول المدرسي ديال العام اللي فات ديال الوقت. القدره الشرائيه ديال الانسان ربما اللي يتقاس توصف. يعني هما اللي كيحسوا بان راه هذاك الشيء غلا. هذا الشيء اللي كاين، انا نورمالمون هو اللي هذا الشيء اللي كان العام اللي فات هو اللي كان هذا العام. يعني نفس الاثمنه. نفس الاثمنه والقدره الشرائيه اللي كنقول لك لا ربما هي اللي لا ربما بنادم بزاف المصاريف عند الانسان بحال على حساب هاد الدخول المدرسي ورمضان. يعني نفس واحد تكاتست واحد المسائل اللي تجمعات في نفس الوقت، رمضان الدخول المدرسي العيد ديال رمضان زيد دابا العيد كبير. يعني مناسبات جات متقاربه. لا حنا كنتواجدوا في الجطيه المحمديه وكنتواجدوا في اماكن ديال الادوات المستعمله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كامل الشرف باش كتجي عندنا الصحافة أولا وكتزورنا. حنا كنتعاملوا مع المواطنين وفي مصلحة المواطنين ومصلحة الفقير، لأن كاين اللي ماشي في الاستطاعة ديالو باش يشري الأدوات المدرسية بواحد الثمن باهظ، كيجي عندنا كنديروا واحد المجهودات كبيرة وكنتمناو من الدولة تعطينا واحد الدعم للكتبيين جميعا وتكون واحد ليفوليسي واحد النهضه باش الكتبيين ينهضوا، لان كاين مشاكل في الطبع، كاين مشاكل بزاف ديال المسائل. مثلا اي كتاب ديال المفيد في اللغه العربيه ديال القسم الثالث او الرابع او الخامس ما كاينش كاع نهائيا، مين غيجيبوا هذا الانسان باش يقري ولدو؟ هذا هو المشكل. كيلقاو هنا في الناس من طبيعه الحال حنا كنديروا مجهودات وكنقوموا من مدينه لمدينه، كنسافروا نقدروا نمشيو لوجده لفاس لمكناس لاي مدينه باش نلبيو الطلبات ديال هاد المواطنين وكنتعاونوا مع الفقير. والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي هذا دابا عمل خيري ولا فينا حنايا واحد بحال اللي تقول واحد روح المواطنه، وفينا ضروري خصنا نبيعوا الكتب لان فيها هادو هما الحسنات اللي كيتعامل بهم الانسان ومع الفقير، لان حنا عشنا فقراء وكنتعاملوا مع الناس فقراء. اذا بغينا نعرفوا بحال دابا هذا الكتاب هذا كيكون داير 20 درهم في المكتبه. كتاب 5600 كنقدر نبيعوه ب 30 درهم. هو داير عيط تمشي للبريفي كتاب مثلا هذا الكتاب هو هاد تكستو كوليج كيدير 300 درهم في المكتبه، حنا كنبيعوه ب 70 درهم 1000 ريال، وليطا ديالو كتشوفها انها نقيه، انها بحال الجديد، ما كاين حتى شي مشكل في واحد الحاله جيده، وكنقنعوه الحمد لله. بعض المرات التجاره فيها الربح وفيها الخساره، حنا دابا فينا واحد روح المواطنه واكثريه نخسروا، ولكن ولات فينا عاده واحد مولوع بهذا بيع الكتب، خصنا نتعاونوا مع الناس.
ان يبقى بحال تقول شي موسم واحد النشاط. وكنتمناو من الدوله انها تدير واحد الدعم الكتبيين الباعه المتجولين نظرا لان كنقوموا بواحد المجهودات كبيره باش كنتعذبوا. وبعض بعض الاحيان وغير في الزنقه كاين الشتاء كاين عامل بزاف ديال العوامل اللي ما كتخليناش احنا نرتاحوا. انتم كتشوفوا فين كنتواجدوا وكنديروا مجهودات كبيره بمناسبه عيد الشباب وعيد الاضحى. كنتقدموا بالساكنه ديال المحمديه باحر تهاني وكنتمناو من العلي القدير باش روح المواطنه ديال الكتبيين يتعاونوا مع الفقراء وحتى الناس ديال المكاتب حتى هما يتعاونوا وشي شويه يحضروا من الثمن مع الزبناء. هادشي اللي كنتمناو حنا هادشي في مصلحه الابناء ديالنا كلهم يقراو. شكرا على واجب سيدي. كنطمن السكان ديال المحمديه بان الاشمنه مناسبه جدا. مرحبا بالجميع يتقدى اي لعبه موجوده وما يكون غير الخاطر الجميع. مرحبا وبالنجاح للجميع. إذن معنا واحد من باعي اللوازم المدرسية بجطية محمدية. كيف هي الأثمنة ديال اللوازم المدرسية العام مقارنة بالأعوام اللي فاتت؟ مقارنة بالأعوام اللي فاتت كانت هذا العام بحال قلتي شوية منخفضة على العام اللي فات مقارنة بالأزمة ديال العيد الكبير مع أدوات المدرسية والدخول المدرسي. كانت الأدوات المدرسية شوية ناقصة هذا العام. يعني الناس كيقولوا بأن الأدوات بأنها غاليين، أنتم واش كتأكدوا بأنها غاليين ولا لا؟ ايوا اش غادي نقول لك، داكشي على حساب كاليتي وعلى حساب الجوده. كون ما كانت الجوده مرتفعه بطبيعه الحال غادي يكون الاثمنه مرتفعه. كون ما كانت عاوتاني كاليتي منخفضه اذا عاوتاني تكون الجوده ديال الاثمنه عاوتاني تكون منخفضه. واش كتاخذوا هذا الشيء من من مدينه المحمديه ولا خارج المحمديه؟ لا من كازا. حتى هنا المطبعات ما كاينينش بزاف، داكشي علاش كنلتجؤوا باش نمشيو لكازا باش ناخذوا من المطابع الكبرى اللي كاينه تما. هي اللي كتعطينا الادوات والتفاصيل والمقررات. مشاهدي محمديه بريس كنتم معنا في جطية محمديه في ربورتاج حول لوازم مدرسيه واثمنتها.